اتفق الدكتور رائد إبراهيم مدير عام دائرة صحة صلاح الدين واللواء الركن عماد زهيري قائد عمليات سامراء على إعادة العمل بمركز القاطول الصحي في سامراء والمغلق منذ عام 2014، إضافة إلى تسهيل إجراءات العمل بباقي المؤسسات الصحية. وقال مدير عام صحة صلاح الدين إن زيارة قائد عمليات سامراء كانت مثمرة وسوف تتضح نتائجها خلال الفترة القليلة القادمة، وسيكون التعاون والتنسيق بين الجانبين على مستوى عال جدا من أجل تطوير وإيصال الخدمات للمواطنين والزائرين وأفراد ومنتسبي قواتنا الأمنية بصنوفها كافة.